أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بلدنا مسجد في مؤخرته قبر محاط بجدار من ناحيتين، وكثر الكلام حول ذلك، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نود التفصيل وبارك الله فيكم. إذا كان القبر متصلا بالمسجد بجدار المسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد مبني على قبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بشارع أو بساحة من الأرض، مفصول عن المسجد بشارع وممر أو ببقعة فضاء بينه وبين المسجد، فإن المسجد لا علاقة له بالقبر، والصلاة فيه صحيحة. نعم.